السلام عليكم على الإخوان جميعا، تحياتي واحتراماتي للجميع. معكم مراد معرف، دائما في إطار حوارات ودردشات ولاعية حول موضوع كيفية وطرق تلقين طائر الحسون وهجينه. فأولا رمضان مبارك للجميع، الإخوان الجدد اللي يلا التحقوا بينا يلا كيتسائلوا على الحلقات الماضيه، فإلى شافوا هذه الحلقه هذه فهناك حلقات وانا استرسل في الحوارات، فماذا بي انهم يرجعوا للحلقات السابقه باش يشدوا معنا يعني الخيط ديال الحديث. فهي سلسله ومن بعد ان شاء الله ندير واحد الخلاصه كامله اللي غادي نطرقوا لها جميع النقاط المهمه في هذه الحوارات هذه. اول حاجه قبل ما دائما اتوجه بالشكر للاخوان اللي كيتحفونا بالتعاليق ديالهم الجميله والمفيده، وبعض التعاليق كتؤدي بي الى البحث اكثر واكثر، وهذا هو اللي جميل، هذا هو الهدف الشخصي ديالي انا من هذه السلسله، فهو لو بارطاج ديال المعلومات، ونحاولوا ندير واحد يعني كومبليمونتي انا المعلومات ديالي كما انني كنبارطاجي معكم بعض المعلومات بعض الاراء بعض الابحاث، حتى انا كناخذ من عندكم بزاف ديال الامور اللي استفدت منها صراحه. هناك اشارات بعض التعاليق قضايا يمر على اي واحد مر الكرام الا كما كتحمل في الطيات ديالها واحد كما نسميهم ديموكلي، يعني كلمات يعني كلمات مفاتيح، مفتاح ماشي حتى معلومه، داك المفتاح اللي كيفتح لك ابواب الانطلاق نحو البحث ونحو التامل في هذه الهوايه اللي هي هوايه جميله. فندخلوا مباشره في صلب الموضوع اللي هو الجزء الثاني من مرحله البلوغه. وكما تطرقنا في الحلقه السابقه وقفنا على ان هرمون التستوستيرون يلعب دور كبير في المرحله ديال البلوغه، وخاصه انه هو الهرمون اللي كيرافق الطائر منذ الولاده ديالو، الا انه كيعرف الاوج ديال العطاء ديالو هذا الهرمون في مرحله البلوره التي تصادف المرور الى مرحله الفحوله والذكوريه وفرض الذات. الطائر مر من مرحله بين قوسين المراهقه الى مرحله ديال الذكوره والمرحله ديال الادولت كما نقولوا بالفرنسيه، يعني الى سن الرشد. فهنا نفتح قوس قبل ما ندخلوا نكملوا في البلوره، هو مساله الاخوان كيسالوا على السن ولا الوقت المناسب لادخال الهجين للتلقين. فمن خلال يعني المنطق نتكلموا في المنطق، ودائما راك تلاحظوا في السلسله ديالي انني دائما كنرد الاعتبار للطائر ككائن حي، فدائما الكلام ديالي في الهوايه دائما كاين هذاك لو بارامتر وداك العامل ديال انه كائن حي. حسب الرأي الشخصي يعني ديالي ولا حسب التجربة ديالي، لأن يعني هناك بزاف ديال الآراء كلها جربناها في المسيرة ديالنا في هذه الهواية هذه، ولكن هناك واحد المرحلة في السنة اللي كتكون كما نقولوا هي أحسن مرحلة باش تلقن فيها هاجي، وخاصة أننا نتكلم على إنسان اللي بغى يكسب طائر استاذ، ميتر دو شون، طائر استاذ، طائر حي، اللي غيكون هو الاستاذ في الوكر التغريدي ديالو، هو اللي غادي يبدا مع هذيك السنفونية ولا ديك الاوركسترا ديال التغريد في المنزل ديالو. فهاد المسائل مهمه، وبالتالي فاحسن مرحله هي المرحله الطبيعيه ديال الطيور، انك تدخل الهجين في البدايه ديال السنه ديال الطيور. حنا الطيور تبتدي السنه عندهم ماشي بحال الانسان، حنا كتبدا عندنا السنه حتى السنه ديال المولوع ولاعيا ما كتبداش عندنا من شهر يناير، فحنا المواليع السنه كتبدا عندنا من شهر مارس مع الربيع مع خروج يعني الحسون في الطبيعه مع الهجين، وحتى طبيعيا فكل الطيور تقريبا الطيور اللي فرانجيليدي يعني هذه الفصيله اللي كتنتميها لها الحسون، فهي كلها تبتدي البطن الاول ولا التفريخه الاولى في شهر فبراير. لماذا شهر فبراير؟ هذا هو
الأسئلة اللي خاص المولوع، كان مبتدئ ولا كان إنسان اللي هو على علم ولا على دراية، فهو يحط هذه الأسئلة. لماذا علاش بدات كي بدا التفريخ في شهر جوج في الطبيعة؟ وحنا بصدد إنشاء وكر تغريدي في المنزل ديالنا، علاش غنخالفوا حنا الطبيعة مثلا نبداو نجيو ندخلوا الهجين في شهر دجنبير؟ خدمنا هذه الطريقه هذه، انك كتدخل طائر في شهر دجنبير على اساس انه من بعد 5 شهور غادي يجي نيشان مع القرى وغيمشي معهم. هذه طريقه حتى هي اننا كتبان طريقه شويه، يعني ما نقولوش الطريقه اللي هي ذكيه وفيها شويه ديال انسان اللي ما عرفتش كيفاش نوصفها، اللي ما فيهاش رشد، ما فيهاش نضج في التفكير، وخاصه حين الهدف يختلف. هذاك مثلا الانسان اللي كيدخل الهجين في شهر 12 اشنو بغى يدير؟ شنو الهدف ديالو؟ شنو بغى يكسب؟ واش بغى يكسب طائر استاذ؟ ما نظنش، لانه غنثبت لكم بانه الا دخلتي في شهر 12 ما عمره يعطيك الاداء ديال الاستاذ ولا توصلوا للوظيفه ديال الاستاذيه في التغريد. واش بغيتي تكسب طائر غير غيغرد وغادي يزيد لك بالطيور وغادي يعني خاص الهدف. علاش الهدف؟ لماذا؟ وهذا الاخوان المبتدئين دائما السؤال المشهور ديال لماذا مهم في الهوايه. اي معلومه تلقيتها من اي شخص ولا من اي مصدر ولا من اي مبحث، سواء في الانترنت سواء في الفيديو سواء في، فدائما طرح سؤال لماذا، وتما كتوقف على معالم يعني الصحه ولا اللبس ديال واحد الطرح. فمثلا ملي كندخلوه في شهر فبراير، وانا انصح الاخوان انهم اللي اشوف اتونسيون اللي بغى طائر استاذ، طائر اللي هو غيبدا يعاونو يساعدو في تلقين الطيور الصغيره، مثلا المقنين الصغير ولا الحسون الصغير، فاحسن مرحله هي المرحله الطبيعيه. انك وغنقول علاش وساقول لكم لماذا، ونتمنى انكم تقتنعوا بهذه الفكره هذه اللي كنظن بان عديد من الاخوان انهم مقتنعين بها، الا ربما غادي نعطيها واحد بحال غندردر عليها شويه د الملحه وصافي. ف كندخلوه في شهر فبراير او شهر مارس، وللاشاره فالانسان اللي بغى يكسب طائر هجين استاذ كننصحو انه في السنه الاولى ما يدخلش الحسون ولا القرى نهائيا. وهنا في كتجلى الصيفه ولا الخصله ديال الصبر بالنسبه للمولوع، لانه هو بحال غيدير واحد الاستثمار، واحد الانفستيسمون في الهوايه ديالو، يدير خطه عمل غنكسب طائر هجين اللي غتكون الوظيفه ديالو هو انه يلقن لي الطيور او يساعدني بالاضافه الى الشريط انني انتج طيور حسون ممتازه. اذا غندخلو شهر فبراير شهر مارس كيتم التلقين. بطبيعه الحال راك تبعتوا معايا المراحل التلقين، فهي كتطلب واحد المينيموم واحد 7 شهور، 7 شهور باش كي الطائر يبلور التغريد ويثبت التغريد وانطلق في عرض ما لا في عرض ما في جعبته من تغاريد. فشهر 8 شهر 7 كيلقى امامه الحاجز ولا المآل ديالو هو البدالة، هو غيار الريش. فكي كيبدا غيار الريش هو هذاك الهجين عندك غير في المنزل، غير هو ولا جوج ولا ثلاثه ديال الطيور الهجين كتخدم معهم. من شهر 2 3 4 5 6 7 شهر 8 شهر 9 كيدخل البدالة، كيخرج شهر 10 يبدا في التغريد، لان البداله ديال الهجين تقريبا، وهذا يعني معلوم في الهوايه من التجربه ديال الاخوان كاملين، ان تدوم 45 يوم بالتمام والكمال، شهر ونصف ديال البداله اذا كان الطائر في صحه جيده. اذا كان الطائر في صحه جيده 45 يوم ديال البداله، بمعنى ان في شهر 10 شهر 11 نوفمبر الطائر يخرج من البدالة ديالو من غيار الريش، ويبدأ في مرحلة الانطلاق نحو التغريد ونحو إثبات البلورة ديال السنة الماضية، يعني اللي في شهر 7 وشهر 8 كيخرج من البدالة. وفي هذيك اللحظة كنصح الإخوان أنه الشريط يكون اللي حفظ عليه الطائر أنه يبقى دائما خدام، دائما كتذكير
كتأطير ان اونكادرمون ديال الطائر اللي كي فحال كنثبتوه حنا على التغريد ديالو. علاش؟ في هذيك اللحظه كتكون الهرمونه ديال التستوستيرون كدير المفعول ديالها، وخاصه انه الطائر في المنزل عندنا بخلاف في الطبيعه فهو عنده سلاح واحد، سلاح واحد هو التغريد. لا تستوستيرون كتلعب على الطائر ككل، انه كتعطيه واحد الشراسه واحد العنف، فحتى في المنافسه مع الطيور الطائر قبل ما يدوز التغريد باش يدفع واحد الخطر مع واحد الطائر، ولا حتى في المباريات في الكونكور كيتحط طائر مع طائر، فهناك واحد لانتيميداسيون كينقول بالفرنسي، واحد المحاوله انك يعني تهيمن عليه غير بالوقفه ديالك، بالريش ديالك، بالشطاحات ديالك، بالطيران ديالك اللي كان في الطبيعه. ملي كيكونوا لي زارم ايغال، ملي كيكونوا الاسلحه يعني متوازيه، ولا الطائر المنافس الاخر عنده معاه مثلا واحد الحاميه عنده معاه ناس اللي كيتحاموا هاد الناس هادوك، انت شنو هو السلاح ديال هذاك الطائر؟ انه يمر الى التغريد. السلاح التغريدي هو اللي عندنا حنايا في الطائر ديالنا في البيت. لذلك باش نوصلوه لهذيك المرحله انه الطائر حافظ وفي يسلك الطريق الاستاذيه لتلقين وله اسلحه تغريديه اللي هي يعني فعاله، فلازم احترام جميع مراحل التلقين بما في ذلك التغذيه والصحه والطرق التلقين، لو روبيراج كما قلنا، الطمانينه، جميع المعالم تكلم خصها تكون هذيك يعني ولا سلوك مع الطائر، يعني ما كاينش معاه، هو لا يفاجئ في صاحبه، يعني ما كيتفاجئش الطائر من المولوع، صافي راه خدا معاه واحد السيستيم، مسائل مضبوطه. فملي كيتحط اخر سلاح كيستعملو حتى في المباريات، وهنا غادي نرجعو علاش قلت في الحلقه السابقه ان لا تيرميناسيون عندها علاقه بالتستوستيرون. هذه كلام ديال المولوع، هذه ماشي ما كاينش في العلم، هذه كلام، هذا كلام ديالي، هذا نقدروا نقولوا هذا كلام ديالي، هذا ما كاينش في في, في 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 الابحاث العلميه ان شي واحد دار لنا العلاقه ما بين تيرميناسيون وما بين التستوستيرون، ولكن بحكم التجربه ديالنا والاحتكاك ديالنا مع الطيور في المباريات ولا في التلقين ديالنا، لاحظنا انه الطائر اللي كيكون فيه الماكسيموم ديال لي تيرميناسيون كيكون طائر كما نقولوا حنا بالمفهوم الدارجي طائر جبار. وحتى في الكونكور ملي كتساوى الاسلحه، فالطائر الذي يهيمن على الخصم ديالو هو الطائر اللي كتكون عنده 3 4 ديال لي تيرميناسيون. تيرميناسيون الاشاره الاخوان العرب اللي كيشاهدوا الفيديو، فهي اغروده النهايه والتكسير، تي 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 تشي و تا تا تشي و تيمبري تر تشي، فهادو هما اللي نقصدو بهم حنايا بالمغاربه بلي تيرميناسيون، فهو لفظ اسباني ونستعمله نحن المغاربه في الدارجه المغربيه. اذا الطائر اللي فيه الماكسيموم ديال لي تيرميناسيون كيكون عنده الامكانيه انه يهزم اي طائر. والاخوان اللي باقيين كيتذكروا الطيور القدام اللي كنا نسمعوا في البدايه ديال الالفينيات في المباريات، فكانوا كيربحوا غير حيت عنده دي تيرمينا، هو كيكون الكلام ديالو شويه ضعيف، كيكونش فيه بزاف ديال لي زابيل، ولكن يفوز بالمباراه. فأغرودة مركبة مثلا من 3 أو 4 تغييرات، كان الطائر بمقدوره أنه يغير لا تيرميناسيون كل مرة في نفس الأغرودة، وبالتالي الحكم فهو ملزم أنه ينقط ليه ويعطيه الجزاء ديالو الإيجابي، وبالتالي كنشوفوا لائحة التحكيم كنلقاو واحد الترقيط اللي هو عالي بزاف. بعض الإخوان في هذيك الوقت كانوا كيتساءلوا هذا راه الطائر يغرد دائما نفس الأغرودة، والحكم لا، الحكم ذكي، الحكم عنده اذن يعني دقيقه كما نقولوا، اذن رقيقه بزاف، انه يعرف يفرق ما بين هاد التيرميناسيون وهاد التيرميناسيون. وهذه كتجعلنا نفكروا على التستوستيرون، فهو الا كان عنده سلاح تغريدي متكامل وقوي، فالتستوستيرون كما نقولوا وافق شن طبق. اما انت عاطيه واحد الكلام اللي هو
مفشوش كما نقولوا، كلام انثوي بهذه العباره. لان الطائر هنا غنرجعوا للشريط، لان كما كننصح الاخوان كلهم كنقول الشريط كيتعطى في الاول من الشهر الاول، من اول يوم ديال يعطى الشريط بالكامل، يعطى الشريط بالكامل. والدليل هو العلم. الدليل ليس هو كلام فارغ، ولكن الدليل العلم للمفاد ديالو، انه الطائر في ظرف شهرين كيفيكسي كل شيء، كيطبع كل شيء. اذا المولوع علاش انا غادي نبدا نقسم ليه التغريد؟ هادو الاخوان غير تساؤلات، هادو تساؤلات في الهوايه اللي كان مزيان ينوض الضجه وانسان يدي يبحث ويبدا هذا، ما كاينش مشكل. ولكن هادو التساؤلات اللي كنقتسمهم معكم دائما في اطار انني افكر بصوت عالي، اننا نحاول نفهموا علاش عندنا مشكل في الهوايه ديالنا وفي التلقين ديالنا. فانا اتكلم شموليا، لا اتكلم في الجزئيات اخوان، يعني الاخوان كيفهموني انا كيف انا اتكلم شموليا. والفكره الاولى اللي طرحت منذ الحلقه الاولى انه هناك مشكل، انه عدد الطيور اللي كنتلقن، فعدد ديال الانتاج فهو ضئيل وضئيل جدا. وحتى انه واحد اخواني تفاعلوا معايا واحد الجمله قلتها وشكروني عليها، انه هناك افلاس في التلقين، نحن مفلسون في التلقين. هذه ما غاديش يحيدها لي شي واحد من، لان هذا الواقع. وحتى بالنسبه للتجربه هناك كتجلى الصعوبه في اعطاء الوصفات، ولا اعطاء يعني طرق ديال التلقين. فلي مهم، وهذا حتى هو من الاشارات اللي ضروري نتقاسمها معكم. فمثلا انسان مر بواحد التجربه مع واحد الطائر وعطاته نتيجه، فهذا لا يعني ان هذيك التجربه 100% يعني ساريه المفعول على جميع الحالات. التجربه لازم يمر بها الانسان هو اولا، مره اولى وثانيه وثالثه ورابعه وعاشره واربعين. دوز واحد 30 عام ولا 40 عام في الهوايه، الا دوزها واحد 60 مره وهي كتصدق وكتعطي عادي، يخرج بها للعلن. يخرج بها للعلن كيف؟ انه يبدا ينصح بها الاصدقاء ديالو في المحيط ديالو، ويراقب جميع الحالات اللي مر لهم هذيك التجربه شنو هو المفعول ديالها. انا ذاك عاد ممكن نقولوا على اطار يعني شمولي ديال الهوايه، انه الحمد لله في المغرب توصلنا انه هاد الحاله يلزموها هاد القضيه. فجميع دابا الفتاوى اللي كنقول انا ولا كيقول اي واحد في الهوايه كلنا جميعا، فكتبان ليا غير كلام، غير محاوله للفهم امام مشكل انه ليس هناك طيور. فكنساو حنايا دابا كنبداو نتكلموا في الهوايه، ولكن راه ما كاينش الطيور. اي انتاج خصو واحد النتيجه، ننتج عمليه محاوله انتاج، والحصيله ما هي الحصيله منذ 30 40 سنه اون كومباريزون يعني بعدد الطيور التي تدخل للتلقين. هذا راه هو الاطار اللي كنتكلم فيه. انا كنتكلم شموليا، اطرح اسئله كمولوع مغربي او كمولوع عربي، لماذا نحن هو الطائر الحسون ابدعنا جميع الطرق ديال التلقين على حسب الفهم الانساني لنا، ولا ما عندناش نتائج. فاذا هناك مشكل ما يجب البحث فيه، ثم الانسان كيتجه ما وصل اليه العلم في ميدان التغريد، في ميدان التسميع ديال الطيور، في ميدان الصوتيات. وكنحاولوا اسقاط كل ما هو علمي على الهوايه ديالنا باش نلقاو حلول. هذا من جهه. اذا احنا الهجين وصل الى شهر 8 شهر 9، يدخل البداله غادي يخرج من البداله، شهر 1 شهر 2 شهر 1 2 انت بلا ما هو كسب هذاك الخصله ديال الاستاذيه وديال الابوه، وخاصه انه تحقق ليه في المنزل ديالك ما يسمى بالوكر التغريدي. كاين الوكر التوكير المكاني ديال الطائر، انه وكر في المكان، يعرف جميع معالم ويعرف الناس اللي عندك في المنزل، وكيعرف من اين ياتي الضوء ومن
يعني عنده البوصلة مع البيت ديالك تأقلم بطريقة يعني 100%. إلى جانب التوكير المكاني اللي هو مهم اللي كيؤدي للتوكير التغريدي، أن عندك طائر حي يؤدي نفس الكلام اللي في الشريط. في هذه اللحظة هذه أدخل دابا الكرة، هذا اللي كنسميه مولوع، يعني ما كيخدمش بعشوائية، وحط خطة عمل خصك تكون صبور بيان سير. الانسان اللي ما كيصبرش ما عندوش حاسة الصبر ولا خصلة الصبر، ما يمكنش يتبع هذه الطريقة، حيت كاين دزنا من هذه المرحلة انه ضروري خصك تدخل مقنين الدار، ما ضروري خاص مقنين تمشي يبانوا لك القرع صغار الحسون يباعون في الاسواق بدون شعور، تاخذ جوج ثلاثة أربعة كي يوصل 10 20 30 ويجيبوا من الدار سنوات وسنوات. ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة ليس هناك نتيجة، هناك تلبية لرغبات ولذة داخلية ديال المولوع. والله يذكروا بخير، كنت سمعت واحد الاوديو في مجموعة دي واحد سنتين ولا ثلاث سنوات، واحد الكلمة بقات لي في الذهن ديالي، ان واحد ما عقلتش شكون هو هذا السيد اللي كان قال واحد الكلمة يخاطب الهواة، كيخاطب نحن هواة الحسون بين قوسين ديال الكوبية، قال لهم هاد الناس اللي كيديروا الكوبية الناس ساديون. صديق السادية هي المفهوم انه انسان يتلذذ بتعذيب الاخر ليحقق واحد اللذة ذاتية ديالو، هادي لو ساديزم يعني السادية. وهاد الكلمة انا اعتبرتها فحال يعني قذف في حق عموم هواة طائر الحسون ديال الكوبي، وجاتني واحد الغيرة. طبيعة الحال انا سمعت هذاك الاوديو على غير عديد من الاوديوات اللي كنسمعوهم، يعني وكتسائل كتقول، ومع مرور الوقت اتضح ان هذاك الاوديو ديال هذاك الانسان فهو معقول، هو معقول من واحد الناحيه. اذا بدينا كنتسائلوا على المشاكل اللي حنا كنحطوها للطائر الحسون كطائر حي في التلقين ديالنا، هذا كان بين قوسين. اذا الطائر وصل لمرحله البلوره وشهر مارس انت دخلتي القرع. الطائر الاستاذ هو وظيفته، هو ملي كتدخل عليه البرانيه، ملي كتدخل عليه القرع الى الاشاره الاخوان، فانا الان مرتكب خطا ولاعي فادح. عندي وليدات ديال الهاجين كنوكلهم، دابا وصلوا تقريبا واحد 23 يوم، وبيان سور طالقهم انا في طلقهم في هذا البيت، هذا البيت ديال الولاعة، وكلتهم. وعاد جيت بغيت ندير الفيديو هاد الحلقة هادي، ولكن دابا هما بداو كل واحد شاد قنت وكيستيباطي واستسميه على الصداع، ولكن هذا خطأ، لأن لقيتو خصهم يكونوا ناسي. نطلب من الله أنهم ميصدعوناش، أنني غنضطر أنني نقطع الفيديو باش نوكلهم ونطفي الضو نحاول نشوف كيفاش ندير باش نبقى شوية النور غير باش نكمل الفيديو. على اي هذا خطا، هاد لقيت الفريق خصهم يكونوا ناسي. على اي فهو وصل للمرحله انه استاذ طائر استاذ، دخل القرع ديالك فهو يقوم بوظيفته. تما كيبقى واحد الميكانيزمات واحد التقنيات كيف نتعامل مع الطائر الصغير، وعندنا في الوكر التغريدي ديالنا عندنا شريط وعندنا طائر حي. هل نسبقوا الطائر هو الاول يسمعوا الطيور، ولا نسبقوا الشريط هو الاول؟ هذه ربما غنديروا لها حلقه بوحدها، لان فيها كلام كثير استسمح. فهذا هو الى بغينا نقولوا يعني المرحله ديال البلوره، ولا وخصيت هذه الحلقه هذه للتاكيد على مرحله وقتاش ندخلوا الهجين، لان ما تكلمتش عليها في الحلقه الاولى. فكل حلقه غادي نبدا نرمم يعني المراحل على حسب اننا استوعبنا جميع المعالم ديال هذه المراحل. ف تيرميناسيون كتعطينا اشاره اللي قلت ان سلاح تغريدي وعندها علاقه مع التستوستيرون. التستوستيرون جايه من البحث العلمي، والتيرميناسيون جايه من التغريد من الكوديغو. حنا كنربطو خيوط الولاعه مع العين، وكتؤدي بنا الى الشريط، لان الشريط اللي قلنا انه خصو يكون كامل، ما يمكنش نضيعوا الوقت حنا ديال الطائر
وكاين واحد المساله اللي هي مهمه، ان الطائر ملي كتعطيه كلام قليل وتبتبيت تزاوق وهذا في الاول، في الشهرين الاولى انت اللي غيطبع فيها كل شيء، كتحجر عليه التغريد، تعطيه كميه من التغريد اللي هو باستطاعته انه يستوعب التغريد كامل. ونعاود ندعو الاخوان انهم يبحثوا في مساله ديال لا ميموريزاسيون وكيف يطبع التغريد، انه ما كيطبعش الكلام كما حنا نسمعو، انه كيطبع دي كيكودي لي جولد بيس، كيطبع كاع لي جولد بيس اللي كاين في الشريط. عندك فيه ساعه فيه بين 80 اغروده، في كل اغروده كاين واحد الجولد بيس، هذيك 80 جولد بيس كتطبع في الشهرين الاولين، عنده المادة الخام باش يأدي لك أي أورودة. ومع التلقين ومع التقليد الأول مع التقليد الثاني كتبدأ الترميم ديال التغريد والتنسيق والترتيب للمرور إلى البلوار. فلا فما كاينش، ليس هناك داعي أننا نعطيه الكلام مقسم، عطيه التركيبة ديالك كما تحب، كما كنقولوا كما تحب. هنا هنا هو التساؤل الكبير، هل الطائر ملي حنا كنقادو تغريد في البرنامج الصوتي، ونحرص على ان تكون هذيك الموجه ديال الصوت مقاده، لومبليتود هي هذيك، نحيدوا الصداع هذا، حتى ننشرح ملي كنشوفوا التركيبه في البرنامج الصوتي حنا نفرح، هذه تركيبه واعره، تركيبه ما شاء الله، تركيبه ديال ما نذكروش الصوت هو هذاك. وحتى انا راه مؤخرا نزولا عند رغبة الإخوان الأصدقاء ديالنا، درت واحد الفيديو أشرح ولا أبسط، لا أشرح شيئا، فأبسط طريقة كيف تعديل واحد الموجة صوتية في البرنامج الصوتي خاصة بالتغريد، تعديلها وإعطائها واحد يعني واحد لومبليتيود كما نقولوا، ولا واحد الوتيرة متوازية. وهذا داخل في إطار الهواية. ولكن السؤال هنا غير باش نثبت لكم الاخوان، فاني أنا اعيش هذه المشاكل في هو، لا استثني نفسي انا، لان دليل لانني درت فيديو في هذا النطاق. ولكن السؤال اللي اطرحه مع نفسي وترجعوا معايا الليل، الا غيبحثوا في الطريقه كيف الطائر يتلقى التغريد من الاب ديالو في الطبيعه. الطيور الاخوان، وهذه المعلومه مهمه وحاولت نمشيو تبحثوا فيها الاخوان اللي كنتواصلوا مع بعضياتنا، اللي عندهم شغف ديال البحث، فهذه حتى هي فكره من الافكار ومن مفتاح من المفاتيح ديال البحث. مشيو يبحثوا، غادي تفاجئوا ان الطائر كيتلقى التغريد في الطبيعه، وهذه راه غادي نعينوها بالاذن الملموسه، كيتلقاها بدي فريكونس ديفيرون، الفريكونس ربما هي الدبدبات ولا، المهم علينا تفهموا القصد ديالي. فالاب ديالو ملي كيحفظو في الطبيعه، فماشي كيختار معاه واحد المسافه معينه، كيقول ليه وقف تما، وكيبدا يتكلم معاه بنفس الصوت وبنفس بلومبليتيود، بنفس الحده، بنفس السرعه ديال، لا كل حاله، ويعطيه التغريده اللي غادي يحفظها هو في المستقبل بواحد لافريكونس هي معينه. حتى لافريكونس لافريكونس راه مشاكل، ولا مشاكل مع هذا العلم. لافريكونس طائر من يؤدي ولا يخاطب طائر اخر بواحد لافريكونس معينه ديال الاغروده، فهو يوحي له بواحد الميساج، بواحد الحاله، ومن ثم يقدر يكون جواب الاخوان اللي بداو كيتناقشوا في الفيسبوك على مساله الادراك عن الطائر. ما ليناش حنا كنفرضوا عليه فريكونس وحده، كناخذوه كنديروه في الصندوق، نصايبوا الكلام فريكونس وحده، نصايب هذا كلام ناقص عند فلان طططط، هاك كنلزموا عليه واحد الكلام افيك لا ميم فريكونس. هنا تساؤل، انا راه كنتسائل، واش هذاك الفرد لا ميم فريكونس في جميع التغاريد بما في ذلك التغاريد الحنينه، التغاريد ديال العنف، التغاريد ديال الجلب، الانثى، يا التغاريد اللي درنا في الشريط كنعطيهم لي بنفس لا فريكونس. راه الطائره كائن حي، راه كتقولوها لينا وكنقولوها، راه امم امثالنا. فربما هذا هو السؤال،
نحاولوا نبحثوا فيه، ربما يقدر يكون عنده اثر على التغريب، ربما الطائره وكيفاش انت عطيني عطيني اغروده تفيد السب بواحد الطريقه اللي حنينه، ولا تعطيني اغروده اللي تفيد الحرب بواحد الطريقه حنينه، ولا تعطيني واحد الاغروده تزوق تزوق ديال العطف وهذا بواحد الطريقه اللي هي يعني شديده، فلا يعقل. الطائره كائن حي، راك يعاقبنا باننا حنا كنخربقوا. لهذا استعملت كلمات المره اللي فاتت الاخوان، جاتهم شويه كلمه عنيفه، ولكن فعلا نمارس نوع من لاسيكيتاس ونوع من التعذيب على الطائر من خلال هذه الممارسات ديالنا، والله اعلم. نتساءل غتعطيه نفس لا فريكونس سيدي، غادي كامل بنفس لا فريكونس. هنا كنعاود نرجعوا للتاريخ، الطيار اللي كانوا كيحفظوا مباشرة من طيور حية على المباشر، فالطائر الأستاذ كيمر للطائر يعني التغريد بالمحتوى الاجتماعي ديالها، كيعرف كيفاش كيمشي معاه هو دقة دقة. ولكن هنا فين كتجلى الخدمة ديالك انت، داك الطائر الأستاذ راك عطيتيه المادة الخام غنية بزاف، عطيتيه الكلام محطوط عندك انت ديسك دور محطو في طائر حي، وهذاك الطائر حيكون على يقين سيتعامل مع دوك الوليدات اللي دخلتي بحال الابناء ديالو، ابناء ديالو، لانه تحققت فيه الاستاذيه والابوه انهم دخلوا عليه اللوكر ديالو، فخصهم يطوعوه. كيفاش غيطوعوه؟ هو انه يؤدي على هيمن عليهم بالتغريد، الهيمنه بالتغريد، والهيمنه بالتغريد كدار واحد العلاقه ديال علاقة اجتماعية، واحد الطبقية كتكون عندك في الوكر التغريدي ديالك، أن الطائر الأستاذ بعدا هو قبل منهم في المكان، ما يلا جاو صغار، فأنا وحتى أنهم لا بغاو يتصرو عليه، بغاو زعما يبسلو عليه، فهم كيسمعو الشريط، وهداك الشيء كيسمعو في الشريط هو كيبان لهم صوت وصورة الطائر الأب ولا الأستاذ يؤديه. فهناك صافي كتحاصرهم، كيتحاصروا الطيور الصغرى، فالنسبة ديال النجاح ديال التلقين كتكون نسبة كبيرة، بغض النظر على 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 انا بغيت نتكلم على العيوب اللي كيجيبها الطائر. ف كنتسائلوا لماذا الطائر جاب لي هذا القشة، هذا الميستو جاب لي هذا القشة، هذا التمزيقة ولا الرخاده، وحنا كنشمئزوا منها جاب لي تمزيقه. شوف الاخوان، العيوب اللي كيديها الطائر فهي رد فعل ديال شي حاجه برزطاته في التغريد. وهنا انا مشيت شويه بالي مشى مع هادشي ديال لا فريكونس. نهار كنفكروا جماعه الاخوان، ربما القضيه ديال لا فريكونس انه ما كيحصل ليه واحد يعني ما فهمش ما وكيحصر وري مصق، ولا يعني واحد التورة يعني تائر ولا غاضب من انه ما كيس داكشي اللي كنخاطبوه به في الشريط لا يوافق الطبيعه ديال كائن حي، هو كطائر مغريد ككائن حي بكل معنى الكلمه. اذا هذه كانت واحد يعني واحد حوار وتساؤلات، نتمنى ان تكون يعني لاقت الاستحسان ديالكم وتفكروا معنا فيها، نفكروا فيها جميعا. فهناك تساؤلات كبرى، جبدنا الكاخون في المره اللي فاتت كان تساؤل، ربما هذاك التعذيب اللي كيلقاه في الكاخون، الرطوبه المرتفعه، الهواء داخل، حتى بالنسبه لاخوانا كنحاولوا نلقاو حلول. مثلا خممت انا نجيب كاخون نخدم به، وبديت كنقول ربما انه الاجتهاد خصو يكون داخل الكاخو. حتى انا غير واحد الحديث مع واحد الصديق ديالي قال لي سي مراد اجي ورا اللي كنديروا لي فونتيلاتور، يعني فونتيلاتور واحد السيستم انه كيدير واحد الدوره ديال الهواء داخل الصندوق داخل الكاخو، هذا مزيان كيبدل الهواء. ولكن لما نقول الهواء راه ماشي هو الاكسجين، دي واحد المساله تفهموا على الخوت،
راه الطائر راه محتاج داخل الكاخون ولا داخل اي صندوق ولا اي طريقه ديال التلقين اللي كتسد عليه، اي طريقه، حتى في البوشيطه، شي البوشيطه واخا كتنفس حتى هي معنيه بالامر. حنا كنهضروا عليه كطائر، الطائر محتاج الاكسجين فحالنا حنا محتاجين الاكسجين باش نتنفسوا. فمني كديروا في واحد ماده ديال التلقين اللي هي مغلقه، اولا ما كتدخل الصوت ما كيدخلش، انت الصوت ما كيدخلش، وكنقولوا راه كيتنفس، واخا سيدي كيتنفس، اش كيتنفس؟ خصو يتنفس الاكسجين، ما تقولش ليه يتنفس الهواء. وهنا نعاود الاخوان يحاولوا يبحثوا، يبحثوا مزيان في لا ريسبيراسيون ديال الطيور. كيتنفس الاكسجين اللي موجود في هذاك الهواء اللي داخل. وفرضا انك خليتي الطائر واحد المده في الكاخو نهار كامل، كاخو ولا صندوق ولا برميل، كنا كنديرو في البرامل كاع برميل ديال الكرتون اللي كيعقلوا عليهم الاخوان اللي كانوا كيجيو فيهم لي برودوي شيميك من برا وكيتباعوا في القريعه، كنستعملوهم كندير فيهم الطائر وكنحفظهم، وكارثه كنا جربناهم كنا دزنا منهم. ومن ثم جات عندي القناعه انني ما عمري ندير الكاخو من خلال التجربه ديالي مع البرميل. منين كيستوفي الطائر كل الكميه ديال الاكسجين اللي كاينه في الصندوق، اش كيبقى ليه؟ هادشي راه ما كنقولوش انا، علميا وربانيا كيبقى ما يسمى بالسيودي، ثاني اكسيد الكربون. نتوما كتعرفوا كلكم الانسان لو تشدو وتستنشق داك السيودي ولا ثاني اكسيد الكربون اش كيوقع ليه؟ راه واخا الهواء ضير، راه الهواء اللي ضير راه فيها الاكسيد السيودي، فيه الاكسيد الكربون، ما فيش الاكسجين. ولا لا هنا الاخوان الله يرضيكم نحاولوا شويه تفكروا معايا باش نلقاو حلول للهوايه ديالنا في المعامله ديالنا مع الطائر. الطائر كنحبوه وكنعشقوه كل واحد بطريقته، ولكن ما كنفكروش فيه ككائن حي، نفكروا فيه حنا نحفظوه وناخذوه ونشاركوا به في المباريات، ولكن نعطيو حقه ككائن حي. فهو كيبدا يستنشق السيو 2 ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون اللي كيستنشقو الطائر اول حاجه كيدير ليه كيأثر ليه على الدوره الدمويه ديالو. اللي كنقولوا الدوره الدمويه اوتوماتيكمون سيستيم نيرف، اوتوماتيكمون الحفظ ديالو كيولي فيه مشكل، ومن تما كيخرجوا العيوب، كيخرجوا بين قوسين جنون البقر، حتى انه الانسان اللي كيستدل على انه ها هو طير درته في الكاخون وحفظته هو خرج طير زوين، ها انت سمعوا شحال شحال دوز عندك، فين هو، فين هو، عام عاموس عامين، راه الطير اللي ما كيدوش 5 سنين 6 سنين عند مولاه راه ما كنسميش انا نجح في التلقين. كون واقعي، الطائر اللي ما فاتش عندك 5 سنين حفظتي وما فاتش عندك 5 سنين في البيت ديالك ما كنعتبروش انايا نجح في التلقين لاعتبارات علميه واعتبارات ديال الكون ديال الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش طائر انت خديتيه اللي كتقول ان الله سخروا ليك، واخا سخروا ليك الله باش سخروا ليك الله باش تولع واخا غادي تولع، ولكن علاش ما عيشتي يا عامين؟ علاش داكشي درتي لي عاش بها عامين هو انه كون بقى في الطبيعه ربما غادي يعيش 12 عام، ولا كون طاح في ايادي امينه. وتحيه للاخوان ديال مراكش، الاخوان اللي كيديروا الوداني وخاصه الاخوان ديال مراكش، عندهم واحد التفكير جميل جدا اللي دائما كيعجبني انا، الطريقه حتى في التعامل في الاقفاص والطريقه ديال التعامل دوك الناس، يعني تحيه ليهم. فخصو يدوز عندك 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين، يدخل عندك مولوع الدار اللي كنعرفو انا مولوع، يدخل عنده الدار يلقى عنده طير عنده 6 سنين، طير عنده 7 سنين، طير عنده دولي. اذا حنا مفلسون في هواياتنا، ما كنعرفوش نحفظو كلنا، ماشي ما كنعرفوش نحفظو بمعنى ان ما موالي ما والو، حيت كاين واحد الطريقه ديال كيفاش الانسان كيترجم الافكار، يترجمها الى ما هو سلبي، وهذه اشاره الاخوان حاولوا تجردوا من كل الطاقات السلبيه في الهوايه، حاولوا نناقشوا الافكار لا نناقش الاشخاص، واي فكره تقالت نحاولوا نحطوها على ارض الواقع ونتفاهموا عليها، نحاولوا نقولوا علاش، يعني باش نفيه واحد المسائل، واحد المباحث علميه، واحد هذا. فهو
ربما قدر يكون هذا هو الاشكال اللي ما خلاش هذه الهوايه تمشي بعيد. على اين غادي نكتفيو بهذا القدر؟ هذه الحلقه ركزت شويه فيها على المساله ديال البلوره مع التستوستيرون. المره اللي فاتت كنت تكلمت على ديك الطريقه كيفاش كنتعامل مع الطائر في مرحله البلوره، ان كنديروا لي واحد المفاجاه كتفاجئوا باش تفرمل هذاك الانطلاق ديالو نحو التغريد، حيث انه كيبقى في واحد الحاله. وتسالوا الاخوان مساله ديال ان الطائر كتحطو في الارض، فهو دائما داخل في هذه المساله، لانك التغيير ديالو من مكان الى مكان كيعطي واحد ان بلوكاج بالنسبه للمولوع اللي غادي يقدر يفرانيه ويعطيه واحد المهله اكثر باش ماشي يحفظ، باش يعاود يتاثر من طرف لو شيما ديال التغريد. ونركز مره اخرى الاخوان ان الشريط يجب ان يعطى كاملا ومكمولا ويحتوي على جميع التغاريد بما في ذلك التغاريد ديال الصغر ولا التغاريد ديال الفحوله ديال الرجوله اللي كتكون من مقاطع اللي فيها تغريدات مركبه بلا تيرميناسيون والتكسير ديالها بالتشيو ديالها. هذا هو المضمون ديال هذه الحلقه. نتمنى نكون يعني لاقت الاستحسان ديالكم. مره اخرى شكرا للاخوان جميعا على التواصل والتعليقات ديالكم في الفيسبوك ولا حتى في موقع ديال اليوتيوب، وان شاء الله في الحلقه المقبله. كنت مع مراد المعارف، نتمنى لكم مبارك عيد مبارك ان شاء الله، نتمنى لكم رمضان مبارك، والسلام عليكم.